معكم إلهام الخطيب، أخصائية طب الأسنان المجتمعي في جامعة القدس، القدس فلسطين. في الشهور الأولى في جائحة الكوفيد في العالم، وعلى طول تم القرار كما هو كان متبع من توصيات المنظمات العالمية بتسكير أي عيادات لطب الأسنان وتحويل العلاج فقط للعلاج الطارئ، يتصلوا بطبيب الأسنان ويأخذوا موعد. أما في الحالات الطارئة فكان يتم الاتصال من المريض بطبيب الأسنان هاتفياً، ويتم حجز موعد إذا لازم الأمر مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية وتعقيم كامل للعيادة، مما أدى إلى إشعار المرضى ببعض الارتياح. إحنا ما بنقدر نصور الشعور اللي صار معنا كمدرسين وكطلاب لما عرفنا بهذا الموضوع، لكن ما كان عندنا خيار آخر. ومع نقول مرور الموجة الأولى في شهر تقريباً جون، في شهر 6 من 2020 إجانا القرار بأنه نرجع تدريجياً للعمل بالعيادات. طبعاً الرجعة كانت مش سهلة، كان في تخوف شديد بين الطلاب، كان في تخوف شديد أيضاً بين الكادر، كان تخوف أكبر من عند المرضى. صار في قلق من ناحية المرضى أو تردد إنهم يتصلوا بطبيب الأسنان ويأخذوا موعد منه، حتى لما فتحت العيادات وبسبب تأجيل أخذ مواعيد مع طبيب الأسنان عم بتزيد حالات الطوارئ اللي بتستدعي الذهاب إلى المستشفى أو إلى غرفة الطوارئ، وهذا عالمياً هو مؤشر على إنه في تأخير بالعلاج أو عدم وصول للعلاج. مؤشر آخر ازداد وصف المضادات الحيوية. المضادات الحيوية اللي بتتاخذ لأغراض سنية أو مرتبطة بعلاج لآلام الأسنان ازداد وصفها بشدة، مما يدل إنه الناس صاروا يفضلوا إنهم يروحوا ياخذوا المضاد الحيوي حتى ما يتلقوا العلاج أو يعملوا سكادجولينج لمواعيد مع طبيب الأسنان. خلال الجائحة كثير من السلوكيات غير المحببة للصحة الفموية بدأت في ازدياد، مثل ازدياد استهلاك منتجات التبغ والتدخين، أيضاً استهلاك الأغذية غير الصحية. كل هذا وضع مسؤوليات أكبر على طبيب الأسنان لينشئ تواصل مع مرضاه وليقنعهم بأمان العلاج خلال الجائحة وبأهمية العلاج الروتيني، لأنه الحفاظ الدائم على الأسنان ومراجعة الطبيب هاي من أحد أساسيات الحفاظ على الصحة الفموية. وهاي من الأشياء اللي كتير لازم طبيب الأسنان يبدأ يوعي فيها المرضى، هي العلاقة الوثيقة بين الصحة الفموية والصحة العامة للإنسان، وإنها شيء أبداً لا يتجزأ. كثير من الكومن ريسك فاكتورز او مؤشرات او العوامل الخطر اللي بتاثر لكثير من الامراض اللي بنسميها الامراض المزمنه، زي امراض القلب، امراض الالتهابات الرئويه، بعض السرطانات، حتى امراض السكري، لها علاقه او وجدت الدراسات فيها علاقات وثيقة مع أمراض الفم، مثل أمراض اللثة. أمراض الفم بشكل عام هي أمراض منتشرة جداً، ومن الأمراض ومن أكثر الأمراض المزمنة المنتشرة في العالم. أكثر من 3.5 مليار إنسان على هاي الكرة الأرضية بيعانوا من أمراض فموية، حوالي مليارين أو 2.4 مليار من برضو سكان هذه الكرة الأرضية يعانوا من تسوس الأسنان، خصوصاً في الأسنان الدائمة. و530 مليون طفل في هذه الكرة الأرضية يعانون من تسوسات الأسنان في أسنانهم اللبنية، بالإضافة للأمراض اللثوية اللي برضو تقريباً 50% من سكان هذه الكرة الأرضية يعانوا منها. فأمراض الفم وما يتعلق فيها هي فعلاً أمراض شائعة جداً، وعلاقتها تؤثر على الصحة العامة. طبعاً الصحة الفموية بتأثر بشدة على
الصحة والرفاهية العقلية والنفسية والاجتماعية للأفراد، وهذا شيء مرات نتهاون فيه، لكن بتخيل علينا كلنا إنه ننتبه لهذا الجانب، وعلى أيضاً طبيب الأسنان دائماً أن ينبه مرضاه لهذا الجانب. إحساسنا بذاتنا، إحساسنا الإيجابي بذاتنا هو كتير مرتبط بطريقة اعتنائنا بصحتنا الفموية وما ينتج عنها من أسنان صحية، لثة صحية، وفم صحي أكثر. فإن صحة الفم تنعكس إيجابياً على الصحة الذهنية والعاطفية، وممكن يكون لدى أمراض الفم عواقب بعيدة المدى في فقدان المدرسة أو العمل. فإن عندما تمتلك صحة فموية رائعة فإنك تشعر بالثقة بنفسك أكثر، وتستطيع التواصل مع الأشخاص الآخرين أكثر وممارسة نشاطاتك معهم. بالنسبة لنا يعتبر من أحد أهم الأيام في السنة، وطلابنا كمان يتحمسوا جداً لهذا الاحتفال، ودائماً من خطط لكثير من الفعاليات اللي منحاول إنه ننوعها، من فعاليات ثقافية، فعاليات توعوية، فعاليات مسحية منعمل فيها سكرينينج، فعاليات علاجية، ومنحاول كمان إنه نشد الانتباه لكل المجتمع للصحة الفموية في هذا اليوم. Be proud of your mouth for your happiness and well-being.